طيب نروح لزميلنا فاروق صلاح ملعب مباراة ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الأهلي. من جديد ده بجد التحيه بكابتننا الكبير الكابتن ايمن شوقي وضيوفي الكرام وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب انتهاء اللقاء وفوز الاهلي بثلاثيه على فريق سان جورج في المباراه الاولى، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء كابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن سامي برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. فوز مهم جدا في البدايات مهمه، البطوله ال 11 كان اول مباراه كانت امام الاتحاد المنستيري، فزنا بثلاث اهداف خارج ملعبنا، السيناريو بيتكرر ان شاء الله تكون يعني في الخير وباذن الله، والفوز النهارده على سان جورج خطوه في مهمه كبيره جدا وهي مهمه الحفاظ على اللقب الافريقي. زي ما انت قلت طبعا في الاول تحياتي طبعا لكابتن ايمن وضيوفه، زي ما انت قلت ان شاء الله يكون فال حسن لينا ان شاء الله. يعني زي ما انت قلت السنه فاتت بدانا الاتحاد المنستيري وكسبنا 3-0، النهارده الحمد لله برضو اعتقد النتيجه كويسه. سان جورج اعتبر اكننا برضو بنلعب بره ملعبنا لان الماتش ماتشهم يعني، فاعتقد الحمد لله النتيجه كويسه، واعتقد الحمد لله برضو الراجل اطمن على اللعيبه وجاهزيتهم. بطوله كبيره بالنسبه لنا وتحدي كبير وبطوله محببه لينا ولجمهورنا، اتمنى ان شاء الله زي ما ان شاء الله قدرنا نحسمها السنه اللي فاتت ان شاء الله السنه دي ان شاء الله نقدر نحافظ عليها ان شاء الله ونكمل ببقيه البطولات باذن الله. كابتن سامي الكولر ما بيتعاملش مع اي مباراه ان هي مباراه سهله، كل مباراه اهميتها بطبيعتها بظروفها. اعتقد كلامه النهارده قبل المباراه للعيبه مش عايز تهاون، مش عايز ان يبقى فيه استسهال شويه من جانب امام خصم زي فريق سان جورج، اعتقد الرد دايما بيكون في الملعب، التركيز اللي عند اللاعبين مهم جدا النقاط دي قبل اي مباراه. ويمكن هو دايما الراجل بيتكلم في النقطه دي اللي انت يعني انت عايش معانا فترات كبيره جدا، ان الراجل دايما بيتكلم ان الماتش الموجود الماتش الحالي يعني هو اهم ماتش بالنسبه لنا يعني. فاعتقد الحمد لله اللعيبه الحمد لله استوعبت فكره كبير جدا، ويمكن النهارده الحمد لله زي ما انت قلت بدايه مهمه، خصوصا انت بتلعب فرقه برده من الفرق المميزه في الدور ده، يعني انت تلعب فرقه سان جورج يعني اعتقد فرقه عندها تاريخ كبير في الادوار ديت وحقق مفاجات وعلى طول في بطوله افريقيا، فاعتقد الحمد لله ان انت تحقق المكسب دوت والاداء ده اعتقد الحمد لله دي حاجه ايجابيه الحمد لله نقدر نبني عليها ان شاء الله. كابتن سامي كان مهم بعد مباراة السوبر والخسارة أمام فريق اتحاد العاصمة الاستفاقة، الاستفاقة جت بسرعة، قدرنا نلم الدنيا كجهاز فني كلاعبين، فوز على المصري، فوز على الفريق سان جورج، أعتقد المحطات الصعبة مهم جدا النهوض بيها وده اللي أنتوا عملتوه خلال المباراتين الماضيين. يمكن طبعا ودي برضو يعني مش عاوز نغفل برضو شخصية اللعيبة نفسها، يعني لعيبة النادي الأهلي بتقدر المسؤولية بشكل كبير جدا، مسؤولية جمهورهم، مسؤولية إن هم بيلعبوا نادي بيلعب على كل البطولات اللي بيلعب عليها وبيحارب عليها. يمكن كان في دروب حصل ويمكن أعتقد يعني ما كناش في يومنا وما كانش في أحسن ما كناش في أحسن حالة يعني، لكن الحمد لله النهارده بترجع تاني وبتقوم تاني وتقدم اداء مميز جدا مع المصري، والنهارده بتكمل ان شاء الله الفترات اللي جايه تكون احسن واحسن لينا، وان شاء الله نقدر نعوض البطوله دي ببطولات اكتر ان شاء الله. كابتن سامي الشغل الفني اللي اشتغلتوه في المعسكر النمسا بالتحديد والعناصر الجديده اللي انضمت للنادي الاهلي اعتقد ما خدتش وقت كتير جدا في الانسجام، بنشوف رضا سليم، بنشوف امام عاشور لتاني ماتش او تالت ماتش على التوالي، واحد من العناصر المهمه جدا ثبت اقدامه في خط وسط النادي الاهلي. الشغل الفني اللي اشتغلتوه مع اللعيبه خلال معسكر النمسا بان مردوده خلال الكام مباراه الماضيين. زي ما انت قلت طبعا كان مهم جدا ان احنا كنا فتره كبيره جدا ما عملناش فتره اعداد وما خدناش اجازه، لكن الحمد لله كان ساعدنا المعسكر دوت زي ما انت قلت في ان انت تعمل اعداد كويس واللعيبه تخش يبقى فيها انسجام، وزي ما انت قلت مثلا امام من اللعيبه المميزه جدا اللعيبه الدوليه اللي بتقدر ومش غريب على لعيبه النادي الاهلي يعني خصوصا في المنتخب ان هو بيخش الفرقه بالسرعه ديت والاداء دوت، اعتقد برده كان المعسكر ساعدنا شويه بنفس القصه بالنسبه لرضا سليم برده من اللعيبه المميزه واللي قدر في وقت قصير يبقى يخش الفرقه بشكل كبير، كان دي بتعمل منافسه النهارده، بتشوف حسين الشحات ما شاء الله النهارده بيعمل اداء مميز، احمد عبد القادر بينزل بيعمل اداء مميز، قفشه، فاعتقد كل ما يبقى عندك حلول اكتر بيبقى في منافسه اكتر ويبقى طبعا في صالح الفرقه كل ده يعني. سبق اخيرا الموسم ده بتتكلم في 7-8 بطولات بتنافس عليهم، مطالب منك مش الثمان بطولات، مطالب منك العشر بطولات، يعني جمهور النادي الاهلي السنه اللي فاتت فايز في 5 بطولات، عامله ضغط شويه على اللاعبين، بتحضروا اللعيبه للامور دي ازاي يا كابتن سامي؟ زي ما بقول لك وكل مره بقول لك ان احنا بنفكر كل وقت في وقتها، يعني كل مباراه وكل بطوله في وقتها، احنا دلوقتي في بطوله افريقيا فكل تفكيرنا ان احنا ازاي نقدر نوصل ونعدي الدور، بعد كده نفصل في الدوري وبعد كده نفصل في الكاس، فخلينا ماشيين زي ما احنا ماشيين واحده واحده ان شاء الله بنفس التحدي ونفس الروح ديت، والعامل الاكبر بقى اللي بيساعدنا اكتر النهارده يعني جمهورنا طبعا، بشكره طبعا على حضوره واتمنى ان شاء الله بقى الفتره الجايه يكون في زياده اكتر واكتر باذن الله. اكتر حاجه تقلق الكابتن سامي في هذا الموسم ايه؟ في ظل البطولات وانت عارف هيبقى في منتخب بطوله افريقيا، ايه اللي يقلق الكابتن سامي قمصان؟
اكيد اول حاجه طبعا الاصابات طبعا وضغط المباريات، يعني دي اكتر يعني حاجتين بتاثر علينا وتاثر على مسيرتنا. يعني اتمنى ان شاء الله تكون اللعيبه يعني في حالتها، اتمنى ان شاء الله يكون في تعاون من كل سواء المنتخبات او الانديه، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله بالبطولات باذن الله. كابتن سامي وبالتوفيق في الاجابه. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا طبعا مع الكابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي. خطوه مهمه جدا للنادي الاهلي في مشوار البطوله الافريقيه، الفوز على سان جورج بثلاثه اهداف. توفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في استكمال باقي المشوار. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح.